كليانة ديالي كانت عندها واحد العلاقة مع واحد السيد عامين، كتقول لي شوفي الحمد لله حنا سمينا مع أسيلة وداكشي ماشي مزيان وداكشي، ولكن واحد النهار زدحني على ود سراق الزيت. قلت لها كيفاش؟ قالت لي زدحني على ود سراق الزيت. قلت واو، اي دونك جلي كوتشي الحمد لله اليوم تزوجات كلشي مزيان، ولكن نعاود لكم علاش السيد كيقدر الراجل يقدر يزحك على ود سراق الزيت. كانوا دائما كتقول له امتى غادي تتزوج بيا، امتى غادي تتزوج، هو بلاتي واخا حقا مازال هذا الوالده الواليد. واحد النهار كنا جالسين كنتفرجوا في لاتيلي ياك، ا مومون دوني الشتا والبرد ولا شاميني شاعله والامور غزاله، ويبان لي سراق الزيت وانا نوض كنجري هزيت البلغه بقيت عليه زداف الراف حتى قتلته. قالت لي مع ديك الدوره كنجبر الراجل ليفيد سخفان بيض تقبص كيشوف فيها بحال هكايا ويقول لها هادي عامين وانا كنقول علاش ما قادش نتزوج بك، عزيزه عليا وكنبغيك ولكن ما قادش نتزوج بك. دابا عاد فهمت علاش. لا لا انا ما باغيش نتزوج بسي محمد، انا سميتي سي محمد باغي نتزوج انا بنيته. واش انتيا فيك ميا نطي راجل جالس معايا نضي يقتل سراق الزيت؟ لا 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 فين هي الانوثه ديالك؟ فين هي؟ طلعتي فوق السداري وغوتي حيت تخلعتي باش انا ندير طارزه. اي باغا نجيكم من الاخر، الا فيكم واحد لو كوتي سي محمد خليوه ما تقتلوش، هذا غيصلح لكم في حاجه وحده في الخدمه بحالي انا دردكه في الخدمه. ملي كندخل الدار كنولي كندير مياو مياو مياو، علاش؟ حيت الراجل خاصو شي حاجه اللي هي في الطبع ديالو، اللي هي كيدافع على المراه كيحميها كي يفيا اسون سكور. قال ليها انت اليوم قتلتي سراق الزيت، ماشي بعيد غدا غنكون معاك في الزنقه يخرجوا لنا الشفاره، غتجي غادي تقولي ليا شوف غير تخبع مورايا انا جاسوم تانكيت با جو جير. ان هوم نشيرش با سي محمد واحد اخر سينو غيخرج مع صاحبه. ان هوم يشيرش اون فام، اون فام سي لا فراجيليتي، اون فام سي الانوثه، اون فام سي لافيكسيون سي لا توندريس. الا انت ما بغيتيش راجلك غدا يزدحك على ود سراق الزيت اولا ما يتزوجش بك على ود سراق الزيت، حطي البلغه ومني تشوفي سراق الزيت انا مزوقه طلعي فوق السداري وديري او سكور عتقني بليز كاين سراق الزيت، وغايجيوها بحال طارزه وغيعجبو الحال وغادي تباني ليه قداش وغايقول ناري حميت المدام سي جينيال. ميعادنا كل اثنين، الا بغيتي تحسني العلاقه الزوجيه ديالك تزوجي اولا تلقايش راجل اللي غيتزوج بك، سورتو تعيشي ك فام اوروز ايبوز اوروز فيانسي اوروز. ميعادنا نهار اثنين، ابون توا على لاشين اي تاغ اون امي كي ا بيزوان دو فوار سيت فيديو.